بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم مع يوم جديد حلقه جديده امل جديد في بكره احسن في بكره اجمل باذن الله بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج قمر 14 وعلشان نوصل لكلمه قمر 14 وتكون اسم على مسمى لازم نمشي في طريقين موازيين لازم نهتم بصحتنا لازم نهتم بنفسنا لازم نهتم كمان باكلنا وتحديدا التغذيه العلاجيه النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبه لقطاع كبير جدا وهنقول ارقام تكاد تكون مرعبه شوية تكاد تكون كارثية شوية ولكن هو موضوع مهم جدا يستحق مننا ان احنا ناخد بالنا منه كويس جدا ويستحق مننا ان احنا نتكلم عنه اكتر واكتر علشان تكوني امر 14 وعلشان تكون امر 14 مش بس تهتم بشكلك كلبس ومش بس تهتم بشكلك كظاهر في العام ولكن مهم جدا تهتم بوزنك النهارده بنتكلم عن السمنه اسبابها طرق علاجها نصايح عامه للوقايه من السمنه تحديدا وبوجه عام بالنسبة للرجل وبالنسبة للسيدة علشان كده النهاردة كان لازم نستضيف دكتورة عزيزة جدا علينا ومتعودين ان احنا دايما نستضيفها وبتطل علينا بطلتها الجميلة دكتورة رانيا مجدي بنرحب بحضرتك أهلا دكتورة رانيا مجدي تخصصها أخصائي تغذية علاجية ده خلاف ان هي صيدلانية متخصصة في مستحضرات التجميل أيضا ولكن النهاردة عايزين نستغل العلم بتاع حضرتك في موضوع التخسيس والعنوان الجميل جدا اللي احنا حاطينه النهارده بالنسبه لحلقتنا وهو رشقتك سر ثقتك بنفسك وطبعا ثقتك بنفسك الرشاقة مهمة جدا للرجل الرشاقة مهمة جدا للسيدة وكمان الوزن المثالي مهم جدا في الفترة اللي فاتت يا دكتورة حظر قاعدة في البيت مشتغل من البيت أكل بلاي ستيشن مفيش حركة مفيش جيم كل ده ادى الى انفجار بس مش سكاني انفجار اوزان اللي كان وزنه كويس وبيقول انا كويس اصبح النهارده بيعاني من وزن زياده الى حد ما واللي كان وزنه فيه زياده سنه بسيطه النهارده بقى سنتين ثلاثه تمام تمام فعلشان كده كان لازم نتكلم في الموضوع ده احصائيات كتير ارقام كتير مواضيع مهمه جدا جدا لازم نتكلم فيها المنشط الرئيسي مصر تحتل مرتبه عاليه ومتقدمه جدا في موضوع السمنه على مستوى العالم. تمام. بالنسبة تحديدا للشرق الاوسط. خلينا نبتدي بسرعه يا دكتوره ونتكلم عن يعني ايه سمنه. آه. كل ما هو زايد عن وزنك الطبيعي يعتبر سمنه. بس في السمنه ثلاث انواع، في سمنه بسيطه، في سمنه متوسطه، في سمنه مفرطه. تمام. طب انا اعرف منين انا نوعي من انهي نوع من الثلاثه؟ آه عاده بيكون الوزن لازم يكون متناسق مع الطول. هناخد اكزامبل عندنا مثلا سي ان الوزن آه الطول 160 المفروض في الفيميل في الست يعني بيقولوا ان المفروض تكون زايده يعني وزنها يكون مثلا في حاله الاكزامبل اللي قلناه 60 كيلو تمام لكن بالنسبه للست عشان في معالم انوثه يستحسن يكون زايد لحد 70 بالنسبه للرجل طبعا بيحب يكون جسمه فلات فيستحسن طبعا وزنه يكون في, في الاكزامبل اللي احنا قلناه لو طوله 160 يبقى 60 كيلو تمام فطبعا لو زاد عن ال10 كيلو بالنسبه للست تبدا هنا تدخل في كاتيجوري ان في سمنه آه وده يرجع بقى احكم ازاي كمان على يعني هل سمنتي دي آه مرضيه غير مرضيه انا بتابع حالتي الصحيه مع الاوفر ويت ده في ناس بتبقى الاوفر ويت مع الوزن الزايد تمام. في ناس وزنها زايد بس جسمها متناسق عشان في دي نقطه الناس كتير جدا بتقع فيها أيوة. يعني مثلا شكل جسمها بيكون جميل جدا الفاتس فيها او الدهون متوزعه توزيع كويس تمام. الاجسام الغير متناسقه يعني لو عندها الاوفر ويت ده او الوزن الزايد ده بيبقى في مكان ومكان تاني لا فشكل الجسم بيبقى مش حلو خالص مم. فاول حاجه انا هبص عليها بعد ما اعمل تصنيف للسمنه اللي عندي طبعا من بعد زياده ال10 كيلو ده بيبدا تكون سمنه بسيطه 15 ل20 بتبقى متوسطه بعد ال30 كيلو زياده عن الوزن المطلوب بتبقى سمنه مفرطه فانا في الاول لازم اعرف السمنه اللي عندي نوعها ايه حاجه كان من الثلاثه دول ده كان اهميه السؤال بالنسبه لنا علشان نعرف الساده المشاهدين نقدر نحدد هل انا مصاب بالسمنه ولا لا وكمان م. يا دكتوره اصبح مرض السمنه المفرطه م. يعد من الامراض المزمنه تمام ليه بقى يعدي من الامراض المزمنه لان هو بيؤدي الى امراض مزمنه وده السؤال <applause> ده هو مشاكله هم اصلا بيسموه مرض ليه لان هو اصلا مرض رئيسي بيتفرع منه كذا برانش بقى يعني فروع كتيره عندك الذبحات الصدريه نسبه الكوليسترول العاليه في الدم عندك مشاكل النوم عاده بيعمل مشاكل في النوم لان طبعا ده بيبقى ضغط على الجهاز التنفسي وانا نايمه إيه معلش لما اكون في, في ميل مثلا او ست عندها البريستا ومنطقه الصدر ممتلئه بتعمل لها مشاكل في النوم، بتعمل مشاكل بعد كده في المعده وفي الحموضه، في مشاكل عندنا في المفاصل، السمنه ما بتسيبش مكان في جسمك الا ما بتاذيه. السكر طبعا بس السكر له بعد تاني ممكن يكون البعد الوراثي مثلا وبيجي برده من عاداتنا الغذائيه. يعني انا ممكن ما اكونش ما اكونش بالوراثه مريضه سكر لكن عاداتي تجيب سكر لكن بالنسبه للناس المصابين بالسمنه هم اكثر تعرضا واحتماليه بالاصابه بمرض السكر مع وجود جانب وراثي مع وجود جانب وراثي لانه وجود. في معلومه مهمه قوي طريقه اكلك دي ممكن تجيب سكر اكيد ازاي يعني في ناس ممكن تقعد 14 ساعه من غير اكل ويروح واكل وجبه كبيره جدا انت بتعمل صدمه للبنكرياس ما بيلحقش يفرز الانسولين الكافي تمام صدمه ورا صدمه ورا صدمه بتجيب سكر هو ده اللي بتجيب. ده اللي هو المود اوف لايف بقى ان انا اغير نمط حياتي في طريقه الاكل ما اكلش بعد ساعات طويله قوي ولما اكل ما اكلش كميات قوي انا كبيره قوي انا ممكن اكل ست وجبات في اليوم بس انوعهم ما بين خضار ما بين فاكهه ما بين بروتين ما بين نشويات ادي كل حاجه كده حاجه صغيره على مدار الست مرات اللي هاكل فيهم هحافظ على توازن الجسم، هخلي الحرق شغال انما ما ركنش الحرق 14 ساعة وبعد كده اصدمه عشان كده من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام انك لما السلام. لما تيجي تفطر تفطر على مراحل في الأول هتاخد تمر، تمر ومية، تمر ولبن، بعد كده بتقوم تصلي المغرب، بعدها بساعة مثلا لو عايز بتيجي تاكل، هو الصح كده عشان ما اعملش صدمة ولا ادخل على الجسم كمية أكل كبيرة مرة واحدة تمام. لأن ده برضو سبب من أسباب السمنة لأن الجسم بيتعامل معاك بذكاء برضه بيعمل إيه بقى؟ أي. أنت قعدت 14 ساعة من غير أكل فبيروح واخد اللي أنت أكلته له كله مخزنه عشان ما تعرضوش لنفس المشكلة دي تاني تمام فبالتالي كل اللي هياخده يخزنه فأنا بقيت بسبب الوجبة الواحدة دي بعرضه لزيادة الوزن تمام فأنا أول حاجة لازم أتعامل معاها عشان أخلص من السمنة دي أنظم أكلي تمام. ويبقى على مدار اليوم ويبتدي من الصبح لحد مثلا ماكسيموم الساعه 7 ويستحسن يكون اخر وجبه تكون تكون 5 طيب هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده ولكن انا حابب نقول تاني هم. الامراض التي تسببها السمنه المفرطه تمام ودي بوابه خطيره جدا لكميه كبيره وكميه هايله من الامراض اي حد عنده سمنه معرض نفسك نفسك كده اه طبعا التهاب المفاصل بسبب زياده الوزن بالظبط عايز أكد ل... على النقطه دي أو ان احنا السمنه دي بوابه خطيره جدا طبعاً. للكثير والكثير من الامراض المزمنه انا مش عايز اصدم حضرتك واقول لك انها بتخلي الجسم يشيخ حرفيا كده بيكون السن صغير لكن الجسم بسبب الفتس المتخزنه فيه والدهون شيخ فعلا م. كبر لان انت محمله فوق طاقته مش قادر يشيل التهابات المفاصل اللي بتيجي في سن صغير بيجيلى ناس بالتهابات مفاصل فى سن صغير جدا طب ليه بتلاقى اوفر ويت ممكن معدية أوه. يعني وزنها ممكن تكون هي طولها مثلا سي 170 وزنها 100 وشويه مم. يعني عندها مثلا السمنه داخله في 40 كيلو زياده تمام. او 35 تمام. طب ما كل ده تحميل مع شغل كتير مع حركه كتير كل ما كان الوزن سيوتابل وكويس ومريح كل ما كانت حركتي هتكون اسهل كل ما كانت صحتي هتكون افضل اكيد فهي الفكره مش بس شكلي لا صحتي اللي هي الاهم لان لما تكون صحتك كويسه مودك هيبقى كويس انتاجك هيبقى كويس كل حاجه في حياتك هتكون متزنه بالظبط بتأثر على وبتأثر على القلب كمان ستايل اه ستايل عمومًا كله بتأثر على الجسم بشكل اكثر من الذبحات الصدرية آه، عندك الجلطات انسداد الشرايين ده بيبقى راجع برضه بسبب ان انا باكل كمية دهون اي اي دهون الدهون المهدرجة طبعا وفي معلومة بقى عايز استغل المنبر ده, ده علشان اقولها ناس كتير جدا مفكرة ان السمنة البلدي اخطر من السمنة النباتي آه. يا جماعة انا عايزة اطمنكم ان السمنة البلدي كلها وانت مرتاح ده صناعه ربانيه ما فيش فيها الترايجليسرايدز ولا ال... ولا الدهون المهدرجه اللي بتخلي كميه الكوليسترول في الشرايين عاليه جدا وبتعمل عند بتعرضك لمشاكل ملهاش نهايه على وظايف القلب وبالتالي طالما وظايف القلب اتاثرت التنفس اتاثر طال... طالما القلب اتاثر هياثر على الدماغ هيعرضني الجلطات بعد كده في جلطات دماغيه وفي جلطات في الاطراف وفي جلطات في الرئه كل ده بسبب زياده نسبه الكوليسترول فراعوا راعوا دهونكم اللي بتحطوها في الاكل الدهون اللي أنتوا بتاخدوها ويتحط طبعا زيت الزيتون لانه طبعا رغم ان هو ماده دهنيه الا انه برده فيه سبحان الله مواد كده الى هي في زيت الزيتون تحديدا بتقلل الكوليسترول في الدم فانا لما هظبط اكلي هظبط وزني وبالتالي هظبط صحتي وكامل حياتي. اكيد. طيب يا دكتوره احنا بنتكلم عن السمنه. تمام. وبنتكلم عن مشاكل تؤدي ليها السمنه. عندي بعض الارقام اسمحيلي ان انا اقولها. هي أرقام تكاد تكون كارثية شوية ولكن خلينا نواجه الأمر الواقع ونقول أن 30 ألف جراحة سمنة عملية عملية جراحة السمنة وصلت لعدد 30 ألف جراحة في السنة الواحدة yeah. mm. فده رقم كبير كمان عايزين نقول رقم أكبر 70% من المصريين مصابين mm. بمرض السمنة مم. كمان السمنه بتطارد المصريين بواقع 40% لكل بالغ يعني 40% من البالغين مم. مصابين بالسمنه. مم. 107 مليون طفل على مستوى العالم مصاب بالسمنه وكمان 603 مليون شخص على مستوى العالم ايضا مم. مصاب بالسمنه. امريكا رقم على فكره على اوروبا لسه على أوروبا, اوروبا وامريكا بتتصدر القائمه على فكره بسبب الفاست فود يا استاذ محمد على أهم فكره رقم بالنسبه لي مرعب جدا مم. ان مؤخرا 84% من الحالات الوفيات كان سببها السمنه, السمنة. طبعا طبعا إحنا انا لسه بنحارب مم. وبنقول وبنحافظ على نفسنا عشان في وباء وفي كورونا وفي 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 ولكن وانت جوه دون جسمك كوارث اكبر اللي بتموت بسبب السمنه بشكل مباشر مم. او غير مباشر اخطر من اللي بيموتها أخطر الوباء اخطر جدا من اللي بتموت بسبب الوباء دي ارقام مهم جدا ان احنا نحطها في الحسبان مهم جدا ان احنا نعمل حسابنا كويس قوي في موضوع السمنه ما تفكرش الكام كيلو زياده دول ان احنا نقول عز ولا نقول أوه. أكل ولا لا. نقول بس خير بس في حاجة في بوينت عايزة أقولها قول زي لك زي ما انت عايز ما أوه. تحرمش نفسك أوه. بس برضو ما تحرمش نفسك من حياتك ما تحرمش أحبابك منك ما تحرمش انت نفسك ما تحرمش نفسك من متعة الحياة مش هتقدر تصلي مش هتقدر تذاكر مش هتقدر تشتغل مش هتقدر تنتج مش هتقدر تنجح مش هتقدر تكون بالشكل اللي انت عايزه وانت كمان مش هتقدري تعيشي حياتك بشكل صحي بشكل امن كمان السيدات في في نقطه بس يا أيوة استاذ محمد انا عايزه الفت نظر حضرتك بس على السياق اللي حضرتك قلته ده كله ايه ما نهملش جانب الحركه يعني في ناس اكلها كتير بس هي اصلا بتشتغل كتير فهو لازم اعمل بيحرق. لازم اعمل بالانس يعني مثلا انا ما اقدرش احط لك نظام غذائي خالص وقاسي وانت بتشتغل كتير كده انا بظلمك وبحمل على الجسم بحمل عليه لإنه بطلب منه طاقه كبيره وبطلب منه قصدي مجهود كبير وانا عاطيه له طاقه قليله فانا لازم اعمل توازن ما بين نمط حياتي اليومي بمعنى اللي بيشتغل شغل اداري غير اللي بيشتغل شغل عضلي غير اللي بيشتغل شغل ذهني غير اللي بتشتغل في البيت أكيد. غير اللي بتشتغل في البيت مع شغل تاني بالزبط. فانا لازم انا انا في الحاله اللي زي دي بقى كل حاله من دول هي اللي هتراقب نفسها وتحدد هتكون انت طبيب نفسك انا ما اقدرش ادي النهارده انا لو اديت النهارده نظام غذائي هيبقى جنرال لكن انت هتحدد اكتر حاجه تناسبك لان انت طبيب نفسك هنا بالظبط لان انا مثلا حد بيشتغل ما يعادل مثلا بيجري اثنين ك... ما يعادل جري 2 كيلو مثلا م. هل ده هقدر أسويه بحد ما بيشتغلش واحده بس شغلها كله تطبخ وتنام يعني شغلها الطبيخ وحاجات شغل البيت في البيت يعني دي حاجات ايا كان سيمبل مش زي حد مش زي واحده بتشتغل في تريننج مثلا مش زي واحده بتجري تراك قد كده كل واحد فيهم يعني بيختلف على حسب طبيعه جسمه وعلى حسب طبيعه نمطه اليومي أكيد. وفي اجسام حارقه في اجسام بتاكل كميات كويسه جدا بس بتحرق كويس بتحرق كويس فانا أجسام انا براقب نفسي في الحرب. انا لما حد بيجيني بيطلب مني ان انا اعمل له نظام غذائي او عايز يخس انا بعمل له 10 ايام تيست بديله منتج من عندي يساعده مثلا اولا بشوف المشكله فين ان احنا عندنا المشاكل التخسيس يعني العامه سوري مشاكل السمنه او اسباب زيادتها ثلاثه اما ان يكون الحرق عندك ضعيف جدا ممكن تلاقي حد بياكل كميات فعلا بسيطه خالص لكن بيزيد يعني في انا بزيد على الميه حد تاني بتبقى المشكله عنده في انه هو بياكل بكميه كبيره جدا، حد تالت اكله كويس بس ما بتحركش، مم. التلاته هيوصلوني لنفس النتيجه. التلاته بيزيدوا. التلاته بيزيدوا، فانا لازم اعرف في الاول انا انهي فيهم عشان اعالج المشكله، لو المشكله عندي في الشهيه هدي حاجه تقلل الشهيه، سنترالي عن طريق المخ او عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها بالكنج في المعده ان انا املى المعده بفايبرز مثلا زي المنتج اللي معانا يقدر يقوم بالدور ده بالظبط ده هيقدر يقوم بالدور ده او ادي مثلا حاجه مثلا لو هي ما بتتحركش ابدا اقولها غيري نمط حياتك انزلي نادي اتحركي روحي تعالي مشي في ناس مثلا بتبقى تقولي انا عندي مثلا شغاله جيم طالما المستوى يأهلك ان انت طالما ناس تانية بتقوم بشغل البيت لان شغل البيت ايفورت برضو بتتحرك يمين وشمال وبتروح وبتيجي اقدر استغله في ان انا انزل الوزن الزايد فانا لازم اعرف من البدايه انا ايه اللي بزود وزني أيوة. في حاجه تانية بقى ايه اللي جوه الاكل بيزود وزني أيوة. في ناس زياده وزنها بتبقى املاح تمام الحوادق او الحاجات الح... بتزود الوزن ازاي؟ انا ممكن اكون باكل نشويات قليله قوي سكريات قليله قوي او معتدله م. بس بحب الحاجة اللي فيها ملح كتير. تمام. الملح يا جماعة فيه خاصية احتفاظ المية عشان يعمل يحافظ على الضغط الاسموزي جوة الخلايا، يحافظ على ضغط الخلية، فبالتالي أنا بدخل ملح كتير جسم كل المية اللي هتدخليها له هيحتفظ بيها عشان يوازن الملح اللي جوة الجسم بالزبط. يعمل بالانس، في حين إن هو بيعمل البالانس ده بيعمل حاجتين م. بيعرضك لارتفاع الضغط أو بيعرضك لارتفاع ضغطك من ناحية، والناحية التانية لارتفاع الوزن، م. فتيجي تقول لي بقى طب انا ما باكلش كتير ووزني عمال بيزيد جاست ان انا بعرف نمط حياتها وان هي بتاكل موالح كتير اقول لها خفي من الملح وخفي من السكر العدوان الابيضان طبعا. دول عدوك في ضغطك وعدوك في صحتك وعدوك في وزنك تمام. وكمان عدوك في سكرك أكيد. فانا دلوقتي اعرف الاول انا بتخن من ايه؟ ناس تانيه تخنها او زياده وزنها نشويات خلاص يبقى انا اقلل من النشويات حد تالت الحلويات انت هتراقبي نفسك وتعرفي المشكله عندك فين هتبداي تنزليها. انا ما بحرقش في ناس تجيني انا باكل اكل عادي جدا وماشي على نمط سو سيمبل. مم. يعني اقل اقل من المعتاد. المشكله عندها في الحرق فبضطر ادي ماده زي الكروميوم تحرق. تمام. لازم اعرف انا مين فيهم بقى الاول قبل ما ابدا أه بعد ما اعرف انا مين فيهم تمام انا محتاج من حضرتك النهارده مم. نقول للساده المشاهدين على وصفه تكون سحرية مجربة فعالة مم. تنفع لقطاع كبير جدا مم. من اللي بيعاني بعض الشيء من السمنة عايزها تنفعهم بشكل كبير وفي نفس الوقت أكيد مش هتنفع بعض الناس ولكن إحنا عايزين. لأ أنا ممكن أقول إن حاجة جنرال. تمشي إن جنرال مع كل الناس. آه فهستأذن حضرتك هنكتب ورا حضرتك الوصفة تمام. وطريقة الاستخدام. تمام في البدايه كده لازم اتعود اول حاجه خالص انا هكلمك عن نمط الحياه الاول وبعد اقول لك هنعمل ايه تمام. اول حاجه نتعود نصحى بدري تمام لان الجسم اعلى معدلات حرق ليه بتبتدي من الساعه 6 او 5 الصبح تمام اعلى معدلات النشاط الذهني واعلى معدلات النشاط الجسدي تمام يبقى اتعود افطر بدري طبعا ما حدش طبعا هيقول لي هفطر خمسه او سته بس فطارك ما يعديش الساعه 9 تمام ده اول اول حاجه تمام الحاجه التانية ان انا كل 3 ساعات ادخل جسمي حاجه كل 3 ساعات أوه. اكل حاجه الحاجه اللي زي ايه بقى زي إيه زي أوه. مثلا انا الاول فطرت الصبح نتكلم عن وجبه الفطار وجبه الفطار لازم تكون وجبه حلوه وجبه بشغل بيها جسمي وبشغل بيها دماغي يتوفر فيها بروتين يعني معناها كميات مثلا ولا ك... معناها اه إيه؟ لا حلوه يعني فيها بروتين أيوة. مثلا فيها بيض هنقول مثلا للناس هقول لحضرتك دلوقتي فطار يمشي مع اللي عايز يخس واللي عايز يثبت وزنه اوكي إيه هيبقى مثلا لو قطعتين توست مثلا توست. لو توست التوست الخميره ده كويس جدا لانه يعني لو حد ما عندوش توست يعني. اه يبقى نص رغيف من العادي نص رغيف ويكون اسمر نص رغيف اسمر اه أو. ايوه واثنين بيضه مسلوقه اثنين بيضه مسلوقه وممكن كوبايه النسكافيه ويكون الملك اللي فيها اللبن اللي فيها منزوع الدسم ليه بقى النسكافيه او القهوه القهوة لها قدرة غير عادية على تحويل الدهن لطاقة تمام بتحول الدهن لطاقة يعني هتديني هتنشط دماغي حلو. وهتنشط جسمي وهتحرق لي دهون كويس ويا سلام بقى لو انا استغنيت عن السكر خالص حلو. ممكن استبدله بعسل نظيف يديني طعم الشجري اه انا جربته انا شخصيا هو كان بالنسبه لي في الاول ازاي وعسل وقهوه وبتاع اوه بس انا حطيته اداني التيست اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت ما فيش الكالوريز اللي تقلقني اللي هي السعرات الحراريه اللي تقلقني يعني بعيدنا عنه كل ما هتتجنبه كل ما يكون افضل طيب ده كده وجبه الفطار تمام بعديها بثلاث ساعات المفروض ده ده ان انا ادخل حاجه معدتي اه يعني مثلا انا ببقى برجح قوي الخضروات يعني جزره تكون جاهزه جزرة اه وطبعا كل ما تكون الحاجات دي جاهزه ومتقشره كل ما تكون اسهل أوه. يعني سي في ناس بتقول انا بجوع كل ثلاث ساعات هو نظام جسمه كده يلحق بقى بخضار يلحق بكوبايه ميه اه وكل ما هتعرف الميه بقى الميه دي المية حكايه لوحدها دي دي قصه دول المية انا في هعمل حلقه عن الميه تمام. بجد وهي تستحق سلسله تستحق. اه وفعلا انا من اللي شفته في حياتي انا الشخصيه عن الميه واللي شفته لما قلت للناس عن شرب الميه فعلا وجعلنا من الماء كل, كل شيء حي كل, كل ما في جسمك بيحتاج بالماء خير. فانت كل ساعتين يدخل كوبايتين ميه كوبايتين ميه بالظبط كده كل... اه ساعتين لا كل ساعتين بالنسبه للميه ده نظام غير الثلاث ساعات في الاكل طيب تمام. آه جزره خياره فلفل اخضر اللي هو الحلو أوه. لان الفلفل فيه فيتامين سي بكميات كبيره على فكره وانا برجح في الفطار يكون فيه فيتامين سي عشان المناعه زيني. وبينشط الدوره الدمويه الاورنج جوس مثلا عصير, عصير برتقال الفلفل الاخضر على فكره فيه فيتامين سي اكتر من البرتقان ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي الفلفل اللي هو الرومي اه اه اللي هو الفلفل الالوان لا مش الحامي طبعا لا الفلفل الحامي يدخلنا في متاهات تانية هيخلينا ناكل تمام اه كده إيه بقى وقت الغدا اه الغدا طبعا بقى إيه في حاجه اسمها سياسه التعامل مع الوجبه اه خطواتها بقى اتعامل مع الوجبه بذكاء يعني اكل السلطه الاول ولا اكل اه يعني, يعني مثلا لو في شوربه نبتدي بيها الاول الشوربه شوربه بعد الشوربه هناخد طبق سلطه حلو صورة مع صورة البروتين أوه. على اساس مثلا يعني يخفف حموضه السلطه وتقللوا فيها الطماطم مم. الطماطم كلها املاح فكل ما نقلل يكون افضل كتروا الالوان أوه. الحاجات الخضراء تمام لو ولو آه ما ده فيش أصلاً. مشاكل في القولون الكرومب مهم جدا لان في مواد برضو مذيبة للدهون كويس طبق السلطه بعد طبق السلطه انا السلطه مع البروتين بقى أيوة. مع اللحمه مع أيوة. الفراخ هي هتعمل أيوة. خلاص نركز بس في البروتين ده اه في مهم جدا لان البروتين عشان العضله انا ما بسيح دهون من العضله وبخسس بتبدا تترهل أيوة. انا عايزه احافظ على قوامها بالزبط. احافظ عليه عن طريق البروتين الحيواني تمام تمام ومهم جدا إيه؟ البيض اه الفراخ بقى احط الفريخ. ايه في البروتين؟ احط قطعه قطع مثلا البيضين. يعني مثلا اه الفراخ تبقى ربع فرخه تكون مشويه ربع اه مشويه مشو. وطبعا كل الناس بقى الدايت اه طبعا اللي هيكون بيعمل دايت يستحسن لا ياكل الصدر لان دهونه اقل الصدر تمام أو. بالنسبه لل... 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 للحمه لو مسلوقه او الفراخ مسلوقه اه طبعا ده, ده حاجه طبعا ولا اعمل لا على اساس انها مشويه يعني على اساس انها نعم. دي مشويه, ربع مشوية. انت قصدك على المسلوقه يعني لو مسلوقه مش هتفرق هل كتير لان هي دهونها مش مش قويه للدرجه تمام, اللي... تمام. ده الغدا لان الدهون مهمه برضه يا استاذ محمد على فكره هناخد قهوه بعد الغدا والله ده انت <applause> الله رحبتك <بروح> طيب <applause> تمام لا انا برجح بعد الغدا حاجه ثانيه إيه؟ اللي هو الجرين تي شيء الشاي الاخضر ليه هيحرق الشاي الاخضر غير الحرق بقى لان مم. انا عايزه ابهرك مم. عنه, مم. عنه بقى ده بيسموه بره المشروب الساحر ليه بيحمي الجسم من السرطان بيحمي أسنان من التسوس تركيزه في منتهى القوه أيوة. إيه الحاجه الثانيه بقى انه قابض للشهيه في ناس بقى انا بنصحها إيه اللي عندهم مشاكل في الشهيه زي ما قلنا في الاول صنفوا نفسهم ولا, سخنة ولا وما أنا هكمل لك ممكن إيه لو انا عندي مشكله في شهيتي أيوة. ابتدي ابتدي مثلا بكبيه ما بين الوجبتين تكون في شيء اخضر يعني انا باكل كتير وعارفه ان انا في الغداء يعني اه هبوظ الدنيا فراح واخداه وحط عليه نقطتين ليمون لو انا ما عنديش مشاكل في المعده تمام عندي مشاكل في المعده ما احطش الليمون لانه هيعمل اريتيشن ويدخلني في قرحه وانا مش عايزه كده تمام لكن لو يعني مفيش مشاكل هو في المعده هاخد كوبايه آه. شاي اخضر آه من الوجبتين طبعا ده قابض للشهيه بشكل وبمزاجك بقى عارف أوه. اللي هو مش هيخليك تاكل بمزاجك مش هتبقى بتحرم مش نفسك مستغل. بقى وبتتعذب آه. وكده في ناس بتجي تقول لي ما بقدرش اما بشوف الاكل ما بقدرش لا انت هتاخد الناس الأقدر. اللي ما بتقدرش دي بقى احنا جايبين لها حل النهارده هنقوله آه ولكن طيب. خلينا نتكلم برضه آه. انا بتكلم برضو آه. على انه من آه. البيت آه. يعني اللي مش هيقدر يجيب بيبقى طيب. من البيت خلصنا طيب. الشاي الاخضر بعد الغداء تمام طيب. عندنا أه. اه بثلاث ساعات؟ اه اي حاجة بقى فاكهة أبتدي بقى بالليل آه. ابقى محتاجة سكر لان انا طبعا دلوقتي اخدت البروتين آه. واخدت المنبه الصبح أيوة. واخدت الخضار أيوة. بقي عندي الفاكهة دور الفاكهة بيبتدي بالليل لان طبعا في ناس بتسهر طبعا وبتجوع والسهر طبعا أكيد. بيجوع أكيد. وانا عايزة اقول لكم معلومة صادمة أه. عن السهر <applause> <applause> يعز عليا اقول لكم لان انا برضو بصر <تصفيق> آه. <تصفيق> يعني بحكم شغلنا انه السهر بيضرب دوره الهرمونات جوه الجسم خاصه الكورتيزون مم. والكورتيزون هرمون اساسا بيشتغل على الدهون وبيرسب الدهون بشكل خاطئ في مناطق غير مرغوب فيها في ناس مثلا تيجي تقول لي انا كان قوامي جميل جدا قبل الجواز أيوة. وكان جسمها حلو وكل حاجه واخده حقها وفي مكانها الطبيعي مم. بدا جسمها يرسب دهون في منطقه البطن في منطقه الظهر في اماكن ان أكسبتت بالمره يعني طب ده بسبب ايه اول حاجه بتيجي على بالي انت بتسهري قالت لي ايوه بسهر وبنام الصبح كده كده السيدات الغير عاملات طبعا بتقوم تودي ولادها مدارس او كده وترجع تكمل نوم وبالليل بتسهر في الحاله ما انت بتسهري وتخلفي اللي ربنا كتبه بقى ان المفروض انام بالليل واصحى بالنهار وجعلنا النهار معاشا والنوم الليله سبات المفروض انام تمام. في الحاله اللي زي دي بقى بيرسب عندك دهون وانت ما بتاكليش طب اعمل ايه أكلك يبقى خفيف جدا وتقولي لي مهما تجوعي بالليل ما تاكليش عيش أو حاجة فيها نشويات أو حلويات بكميات كبيرة بالليل كمينة. هيرسب دهون وبشدة يعني كل اللي هياخده مش هيحرق منه أي حاجة لأن الجسم المفروض في التوقيت ده ما بيحرقش مش شغال هو ربنا منظمه أنه في التوقيت ده بينام بالزبط. فكل حاجة فيه نايمة كل حاجة متسكنة نايمة اه الحاجة الوحيدة اللي بتشتغل بالليل حاجة واحدة هي؟, هي. الجلد عشان كده اللي بينام كويس تلاقي وشه حلو جدا بينام كويس نظام نومه بينام كل حاجه في جسمك بدل. بتنام أوه. يعني مثلا الاجزاء الداخليه المهمه طبعا القلب والنفس والمخ طبيعي كله شغال انا بتكلم على الحاجه اللي بتشتغل وبتعمل ريبيرنج وبتعالج كل مشاكلها بالليل هي البشره. اه فالنوم بالليل مهم. مهم جدا مهم. عشان كده هتلاقي اللي بيخلفوا مهما يناموا بالنهار والشوم مجهد. طبعا, طبعاً. فانا بقول لها دلوقتي هنجيب بقى لوجبه العشاء عشان أيوه. ما ننتوهش وجبه أيوه. العشاء بتاعتك هتبقى فاكهه وما تكتريش بقى مش تقولي لي فاكهه ولا ايه كيلو مانجا <applause> كلت بطيخه لا. قد كده <applause> اه يعني ما لاقيكي بطيخه 2 كيلو وتقولي لي فاكهه اهل الكرم بقى يعني, <applause> يعني احنا بنحب المل... لا طبعا لا طبعا المانجا أيوه؟ والبطيخ وفي حاجات التعامل معاها والعنب آه. لان ده جلوكوز صافي مم. يعني اصلا كل وجباتنا بتتحول في الاخر بعد التمثيل الغذائي لجلوكوز لا ده جلوكوز جاهز اه لا ده انا كده برسب دهون لا يبقى التعامل بحذر تمام اخدت كميه وخليكي كده في التعامل معاها عارفه فكره ايه ان الحاجه دي هتاذيني عارفه انا لو اتعاملت معاها مع الاكل انه هياذيني انا هعمل كنترول لوحدي زي ما بنتعامل مع كورونا كده عارف الفكره انا دلوقتي لو بقيت أوه. تخين او وعندي وزن زايد بقيت أوه. معرض للأزاي الاذية من ناحيه ايه من كل امراض طبعاً. سكر ضغط جلطات أيه؟ مشاكل في الشرايين القلب أي المفاصل. حاجة هتأذيك هتلاقيك بتبعد أوتوماتيك اه كتير أوه. جدا أو طبعًا. حتى النفس في النوم كمان مش مش هكون مرتاح فدي أذية ده أنا زيق. عايز أقولك على حاجة ثانيه يعني بص صادمة نفس. برضو للأسف أنه جهاز المناعة مع زيادة الوزن نشاطه بيقل جدا يعني مشكلة أنت محمل ممكن. عليه تحميل مش طبيعي ما هو النفس فيه مشكلة والقلب فيه مشكلة حاجة. ومحمل على دماغك كل حاجة بتتأثر فلما جهاز المناعة عندي يبدأ نشاطه يقل بقى جسمك عامل زي البلد اللي من غير جيش جهاز المناعة هو جيشك أنا جهاز المناعة عندي ضعف يعني حدودي كلها مفتوحة الأمراض هتخش من هنا ومن هنا ومن هنا من كل الاتجاهات مش هتلاحق أصلا فأنا بالتالي بحافظ على وزن هنا عشان أحافظ على كامل حياتي هاجي بالليل المية تبقى موجودة برضو لأن أنا برضو لما بشرب مية كتير وأنا جعانة الوضع بيفرق ولازم قبل كل ده يا استاذ محمد يكون عندي اراده لان لو اتوفرت كل الامور دي وكل العوامل دي وانا اللي في دماغي في دماغي يبقى انت كده في الفاضي معلش اي حاجه هتتعمل مش هتجيب النتيجه المطلوبه لازم احدد هدفي لازم احدد هدفي ان انا اه أنا... وغير غير كمان بقى أحافظ على جسمي ليه طبعا اللي احنا قلناه كله بخصوص الصحه و و و الى اخره وفكره اه ان ان انا ما اتعاملش مع الموضوع ان انا داخله حاجه متعبه وبحارب لان الفكره دي اصلا لو اتثبتت في دماغي هتخلي الموضوع بالنسبه لي مرهق أكيد ونفسيا متعب أكيد كاني كاني داخله ذاكر كاني لا ما تتعاملش مع الموضوع على انك مجبور عليه انت حبه وتعامل معاه انه هيريحك وتعامل معاه انه هيحافظ على جمالك بالنسبه للست طبعا مم. لان معلش النهارده لما بتيجي ستات كتير تشتكي من زو... من خيانات زي... يعني ازواجها والله بجد بيكلموني كفي ميل زيهم ويا دكتوره حصل ويا دكتوره جرى اقول لها اكيد في ديفو معين مم. هل انت اللي كان متجوزها؟ بس مش مبرر برضو بس انا م... انا مش بحطه مبرر أيوة. مش بحطه مبرر لكن احنا خلينا متفقين انه كل ما كانت جميله كل ما كانت ثقتها بنفسها عاليه كل ما كانت كمان انا معلش الراجل هنا لما بيحب برضو بيحب بعينه وهو حب شكل مع الوقت اتغير مش معنى ان بقى في اطفال وبقى في اولاد انك تهملي نفسك في النص وبعد كده النتيجه بتكون مؤلمه مم. لا انا اعمل اللي عليا كله ولو حصلت حاجه تانية بقى خلاص بس برضو انا مضطر ان انا اراجع مع حضرتك واقول برده الرجاله مهم جدا ان هو طبعا يحافظ على شكله حفظ عشان صحته على على صحته وكمان صحته نشاطه وثقته في نفسه طبعا طبعا مهم طبعًا. جدا ان احنا نكون بنحافظ على صحتنا وعلى نشاطنا وعلى أكيد. جسمنا أكيد تحديدا ما نستهونش ابدا الترند اللي من كام يوم عارف مين تخن م. احنا عايزين نحوله عارف مين خس اللي بيخاف على نفسه، عارف مين خس؟ ايوه اللي مش عايز الامراض تدخل جسمه طبعا عارف مين خس برضه تاني؟ طبعا اللي عايز يبقى واثق من نفسه واللي عايز يبقى وحركته اسهل يا استاذ محمد يشتغل وينتج وينتج وظهرك و... اللي بتحمل بالزبط. عليه الوزن انا بتجيني ناس والله العظيم وفي سن انا ببقى واقفه قدامها وقدامه مم. انت عندك كام سنه عشان تشتكي لي من التهاب المفاصل؟ او عندك كام سنه للفقرات؟ و... ليه؟ لا عندك كم كيلو زياده آه عشان آه, 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 اه طبعا طبعا عندك كم كيلو زياده ده انا عايزه اقول لحضرتك على مفاجاه بقى بسبب موضوع الاراده واحده اديت لها برنامج هي بقى هي جايه وجوزها وبيشتكوا من هي بتقول لي هو بياكل كتير هما الاثنين اصلا مليانين هو بياكل كتير يا دكتوره وهي تقول لي هو اللي بخلص على الثلاجه قلت لهم انا هعمل لكم انتوا الاثنين دايت والفيصل في الموضوع بقى لكم قفل على الثلاجه والله العظيم لقيته جاي يقول لي يا دكتوره انت اديتي النظام من هنا وهي كانت محشي الساعه 1 بالليل قلت لها لا تعليق لا تعليق مهم اه طبعا ده على فكره الاكل بالليل كمان غير الوزن ما المعده المعدة, أصلاً يعني المعده معظم المعده عندنا الناس قصدي يعني بيشتكوا من المعده بشكل يعني انت شكوى المعده دي بسبب نظامك انت في الاكل، المعده سليمه وقويه وكل الامور تمام، بس طيب نظامك لازم نغير. احنا كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده مهم جدا ان احنا نوعي الناس فيه، تمام مهم جدا ان احنا نقول لهم الارقام، مهم جدا ان احنا نساعدهم ان هم ياخدوا الخطوه وياخدوا المشوار ويبتدوا ويكون عندهم الاراده تمام والعزيمه تمام والقرار، تمام علشان نعيش حياه صحيه جديده نحافظ على صحتنا فيها وكمان نستمتع بحياتنا، علشان كده كان لازم نرشح لهم منتج النهارده يا دكتوره تمام نقدمه لحضراتهم علشان يعتمدوا عليه في ان هو يديهم على الاقل 50% من الطريق. تمام علشان كده النهارده بنرشح لهم منتج مهم جدا مم. طبعا مرخص من وزاره الصحه بينظم حركه الامعاء بشكل آه كويس جدا محتوى على الفايبر ايوه اه طبعا لأ الفايبر ده دوره ان هو بينظم حركه الامعاء فلما بينظم حركه الامعاء خلاص بتسهل الهضم بتاع, بتاع شغل المكمل الغذائي اللي معانا ده وهو شيتو شيتو احنا بنقدمه لحضراتكم النهارده الكورس بيكون كورس كامل تلات عبوات كل عبوه فيها 15 كيس ال 45 كيس دول يعني 45 يوم بيتاخد مره واحده مستم. في اليوم تمام قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه وحضرتك هتشرح لنا الموضوع ده تمام كله بالتفصيل ولكن في كلام حضرتك قلتي اللي يحتاج كروميوم تمام طبعا متوفر للناس اللي بتعاني بتعاني جسمها ما بيحرقش يعني ممكن تكون بتشتغل كتير جدا بس في حاجه اسمها شحوم عنيده تمام يعني الدهون بتاعت جسمها عنيده بتتكون بصعوبه وبرده بتذاب بصعوبه وفي ناس اللي مشكلتها اكبر بقى اللي بتتكون بسهوله وتوزاب بصعوبه في الحاله اللي زي الكروميوم بيكون اساسي والناس وهو برضو بيتوفر فيه بس عن آه. شيتو الاول يا دكتور ما هو متوفر فيه ثلاث حاجات هو عباره أول. عن فايبر محمل عليه قشور نباتيه حارقه للدهون قشور السيليوم حارقه أيوه. للدهون ومحمل فيه ماده الكروميوم الكروميوم اللي هو بيشتغل على الحرق زي ما قلنا للشحوم العنيده وفي نفس الوقت فكره الفايبر مهمه لايه بقى أيوه. الفايبر فيه خاصيه الاحتفاظ بالماء فانا لما هحطه يعني هشربه الفايبر ده هيجمع هيجمع ميه حواليه أيوة. وبالتالي هيملالي المعده فبعد ما كنت باكل معلقتين ثلاثه اربعه خمسه هتبدا الدنيا تنزل عندي خالص الناس اللي كانت بقى بتاكل بقى اطباق رز وكلام زي كده هي اوتوماتيك اساسا المعده عندها وغدة. إحنا بعد ما عادتش واخده ما نص المعده بالفايبر بالظبط كده يبقى قبل الوجبه نص آه. بنص ساعه مثلا بالتالي في نص المعده بس هو المتاح بالنسبه له بالظبط والشهيه اكيد قلت هتن... لان هي الشهيه بتشتغل باشاره من المعده المعده لما بتجوع وتكون عايزه بتدي سيجنال كده للمخ ان هو يشغل مركز الشهيه فانت إيه. تحس ان انت عايز تاكل احنا بقى طبعا ال... لما المعده بنملاها بال... بالشيتو بعد كده السيجنال دي بتبدا الاشارات تقل وبالتالي الاكل اللي هاكله بعد كده هيكون قليل جدا الاحساس بالجوع ما بيجيش بالظبط كده وبالتالي بندخل بن على الوجبه الرئيسيه بتاعتنا مليان نص المعده اصلا اه فيش بقى اللي هو الرغبه في ان انا اكل بكميه كبيره والكروم بقى بيشتغل على حرق الدهون الموجوده وبيساعدني في ان هو يحفز الحرق عندي بشكل سريع فده مزايا كتير جدا يعني في نفس المنتج يعني نقول هنخس بامان وبدون حرمان بالظبط كده ولكن كمان لازم يكون معانا نظام غذائي ولايف ستايل زي ما حضرتك دايما بتقول اه طبعا نظام غذائي اللي احنا قلناه ده وحركه يمشي اتحركوا معانا. الحركه مهم جدا جدا بنقول يعني نقدر نقول مشي مثلا مشي نص ساعة اه مشي نص, نص ساعة للناس اللي مش قادرة تنزل جيمز مثلا ما بتحبش تواظب لو في حد عنده تريد ميل في البيت يعني أي حاجة بس تتحركوا عشان المفاصل بتشتغل تنشط الدورة الدموية أكيد. وعلى فكرة كل ما هتتحركوا الدورة الدموية هتنشط الرياكشن أو رد الفعل لأي دواء أو لأي أكل هيبقى سريع التمثيل الغذائي بيبقى في قمته مع الحركة طيب يعني احنا النهارده بنقدم لحضراتكم وبنرشح لحضراتكم منتج مهم جدا وان شاء الله مميز كمان نقدر نعتمد عليه في نتائج مبهره نتائج سريعه نقدر نعتمد عليه في ان هو يقفل لنا نص المعده علشان طبيعه الوجبه بتاعتنا او الكميه اللي احنا بناكلها ما نعنيش ما واحنا ما واحنا بنقللها بنلاقي ان احنا بنقللها بشكل طبيعي جدا آه مريح جدا ومريح جدا وامان جدا كمان مش بس كده كمان بيساعد على تنظيم حركه الامعاء في المعده مما يؤدي الى حرق مظبوط عن طريق الخامه الموجوده فيه او الخامات الموجوده في الكروميوم, الكروميوم بيحرق معايا حرق مظبوط كمان في بعض الناس بتحتاج دكتوره كمان يكون معاها حاجات مكمله خارجيه زي دهانات خارجيه لتخسيس بعض المناطق هل ده يتعارض مع ده لا خالص خالص لأنها التانية بتشتغل بشكل موضعي على الدهون وبتدخل عن طريق المسام بتاعة الجلد عن طريق مثلا أجهزة زي الكابيتيشن أوه. اللي هو الجهاز مثلا بيمر شعاع معين الحرارة مع المادة المضافة بتعمل إذابة للدهون بشكل موضعي في المكان ده لكن شيتو بيشتغل بشكل سيستميك عن طريق الدم مم. المواد بتاعته لما بيحصل امتصاص للكروميوم الكروميوم بيتوزع عن طريق الدورة الدموية أيوه. فبيدخل على الأماكن اللي فيها فس فبيحرقها تمام فده شغال بشكل سيستميك انما الدهون لوحده اه اه لما بيتم اه لا انا بيتلم... جيش تاني. أوه. اللي اللي هو... انا بتكلم أوه. على فكره ايه اللي بيمتص وايه اللي بيشتغل بشكل موضعي أيه. الفايبر هيعمل بالكنج في المعده بالكنج يعني ايه يعني بيملى نص المعده وبالتالي الفايبرز اصلا اي حاجه فيها فايبر بتسهل تمام. آه بتسهل حركه الجهاز الهضمي, الهضمي. وبتسهل الاخراج عشان كده دايما اللي تكون عندهم مثلا مشاكل زي الامساك يقول له كل بطيخ لان في فايبرز ده كمثال يعني فالفايبر متوفر في المنتج عندنا والكروميوم عن طريق الدم بيدخل للأماكن اللي فيها فاتس فبيحرقها فهو شغال بكذا طريقه يعني هو شغال على الشهيه وشغال على الحرق وشغال على انه بيملى مكان في المعده وكمان ممكن استخدامات بقى طبيعية جنب الشيتو زي الشاي الأخضر اللي حضرتك أضفتيه بالضبط بالظبط كده إن أنا ما أكلش بالليل إن أنا ما أكلش بالليل ما هو النظام <لايف ستايل> اللايف ستايل اللي إحنا ستايل قلناه الوقت إتكلمنا فيه لكن أقصد أول... حاجات مساعدة للشيتو عشان آخد نتيجة سريعة وأكتر ممكن مثلا الناس اللي ما عندهاش مشاكل في المعدة في وصفة جميلة جدا أوه. وأجيب نتائج واو يعني إن أنت تجيب الكمون و... وتغليه مع القرفة. القرفة القرفة الخشب الكمون آه الكمون مع القرفة قرفة. الخشب ويتاخد برضه معاه نعناع دول بينظموا الحركه بتاعت الامعاء والمعده ايوه وبيحرقوا دهون بكميات كبيره جدا ولو ما فيش مشاكل في القلب ركز معايا قوي آه. في الحته دي لو ما مشاكل في القلب او ما فيش مشاكل في المعده احط الزنجبيل وانا مطمن طب ما احنا لسه كنا بنقول السمنه بتعمل مشاكل في القلب ما اقصدش انا بتكلم ممكن يكون مريض في القلب لاسباب اخرى هو مريض قلب اصلا مريض قلب اصلا آه. ده عنده مثلا جانب وراثي عنده عيب خلقي لكن لو ما مشكله في القلب الزنجبيل كويس اه طبعا طبعا أوه. الدورة الدمويه بشكل مش طبيعي وبيحرق دي. الدهون بشكل مش طبيعي طب وساعة اما بي... اجي اشرب بقى طالما أوه. ما عنديش مشاكل في المعده بعد ما غليت الوصفه دي ايوه هنغليها مثلا لمده 10 دقائق اللي هو الكمون والقرفه والنعناع آه الكمون والقرفه والنعناع ومعاهم ربع معلقه زنجبيل ايوه يعني ساعة كل ده ربع معلقه ربع معلقه ربع معلقه اه ممكن القرفه الخشب خشب تكون قطعه آه ونص معلقه كمون نص وربع زنجبيل آه. عشان ما تعملش بس مشاكل في المعده أيوة. او الناس اللي معدتها حساسه وساعة الشرب بقى بحط نص ليمونه تمام دي كلها عوامل حرق وبيحرق بقى وبيشد الجلد ودي ميزه تانية هيديني نضاره وهيديني جمال طبعا وهي طبعا لان بضخ الدوره الدمويه أوه. للبشره ولما الدوره الدمويه بتوصل لاماكنها المظبوطه بنشاط طبعا بتدي نضاره وبيدي طاقه تمام. الزنجبيل بيدي طاقه جامده جدا على فكره مهم جدا موضوع الطاقه ده لان ناس كتير جدا وهي بتخسس بتقول بتهبط بهبط او أوه. بحس بخمول تمام. أو الوش نفسه بيبقى شاك. حضرتك اشرت لنقطه خطيره أوه. ان انا قبل ما ابدا برنامج التخسيس لازم اكشف عن الهيموجلوبين في الدم بالزبط. اعمل صورة دم لان انا ما يكون عندي نقص في الفيتامينز نقص في الهيموجلوبين ده بيخليني عرضه للهبوط حتى ما عملتش اصلا تخسيس فما بعمل تخسيس وبقلل كميه الاكل الهبوط بيزيد مم. والمشكله كمان بتزيد لان كميه الطاقه اللي داخله قلت وكده كده انا جسمي فيه نقص في الفيتامينز والهيموجلوبين فانا اظبط الاول الهيموجلوبين اخد مالتي فيتامين انا اي حد بيجيني برنامج تخسيس لازم اديله مالتي فيتامينز تمام عشان تبقى تساعد برمم الصحه من ناحيه وبحرق الدهون اللي مأثره على الصحه من ناحيه ثانيه بس برضو ما يعاني من المشاكل بتاعه التخسيس اللي هو بيخسس بيبقى فيه ايوه طبعا المالتي فيتامينز بتدي هنا طاقه مع طبعًا. الوصفات اللي, الوصف اللي بقول عليها عليها دي اللي طبعًا. الكمون والقرفه والنعناع بس للي ما مشاكل في القلب او اللي ما مشاكل في المعده <applause> الكلام ده مهم. هل الوصف هل المكون ده او التركيبه دي بتدي باور وتخليني ما احسش ان انا مهبط ولا هيبقى محتاج ان انا هي بتنشط الدوره الدمويه مش هقول فيتامينات فيتامينات كبسول او كده لا لا ما هو انا لو عندي مشاكل مثلا في في الانيميا مثلا سي ان انا عندي انيميا عندك التمر بيعالج الانيميا كويس جدا تمام. العسل الاسود بيعالج الانيميا، البتنجان بيعالج الانيميا، التفاح بيعالج الانيميا، الجوافه بتعالج الانيميا، كل ما هو ان انا اقطعه بالسكينه ولونه يغمق في حديد، السبانخ اقوى م. حاجه بتحتوي على الانيميا وبجداره بتعالج. طبعا تمام طبعا يعني احنا... اللي هو العسل الاسود طيب يعني احنا النهارده اتكلمنا عن موضوع مهم جدا وهو موضوع التخسيس، السمنه ومشاكلها والامراض اللي بتادي ليها السمنه، لو عندك 5 كيلو او عندك 6 كيلو زياده ما تستهونيش النهارده سته بكره هيبقوا 12 او عشرة بعد كده 15 <تحركوا> المرض اتغير تماما أيوه. لازم نمشي لازم نتحرك لازم نحسن من شكلنا ولازم نحسن من صحتنا ولازم نحافظ على جسمنا علشان ما يدخلش في امراض منظمه الصحه العالميه ادرجت السمنه المفرطه كمرض مزمن ليه كمرض مزمن؟ لانه بوابه لكل الامراض المزمنه علشان كده النهارده بنرشح لحضراتكم وبنقدم لكم منتج مهم جدا وهو شيتو الكورس بتاعه بيكون ثلاث علب هنتابع مع كل سنتر والارقام اللي بتظهر هنسالهم عن الكورس عن طبيعته عن استخدامه الدكتوره اشارت ان احنا بناخده مره واحده بس في اليوم قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه الوجبه الرئيسيه غالبا ما بتكون الغداء يبقى احنا هنمشي على هذا الكورس زائد النظام الغذائي اللي تفضلت الدكتوره رانيا وقالت لنا عليه اللي هو يكون نظام صحي اصحى بدري ونام بدري في خلال اليوم هنفطر اقصى تقدير الساعه 9 صباحا هناخد في الفطار نص رغيف اسمر وكمان اثنين بيضه مسلوقه و وممكن جداً. نستبدله برضو للناس اللي بتحبش البيت برضو آه. ممكن يبقى جبنه الجبن الجبنه القري... القريش بالذات لان كميه الدهون فيها بتكون دول. قليله آه. وممكن نستبدله باربع معالق فول مع زيت, زيت زيتون آه. اه على اساس ان في ناس برضو مش من هواه البيض قوي بس البيض مهم جدا جدا عشان شد الجلد والعضلات تمام بعد كده الدكتوره اشارت برضو ان القهوه مهمه جدا او النسكافيه بالنسبه حرق للحرق بالنسبه للدهون في خلال اليوم كل ثلاث ساعات بندخل معدتنا اي حاجه بالنهار بندخل خضروات زي الجزر والخيار والميه والفلفل الالوان بنيجي في وجبه الغداء بناخد شوربه مع سلطه مع ربع فرخه مشويه او قطعه لحمه مشويه او مسلوقه أي ما يكون على حسب الناس اللي بتحب وبناخد بعد الوجبه دي كوب شاي اخضر وده فيه فوائد كبيره جدا اشارت ليها الدكتوره رانيا بالليل بنقول ان احنا ما بنتعشاش هناكل فاكهه وزبادي برضو مهم مهم بالليل الناس اللي عندها مشاكل في الهضم وعايزه اقول وصفه خاصه بالزبادي اتفضل الزبادي مع نص ليمونه بيشتغل على دهون البطن تحديدا زبادي هعصر عليها نص ليمونه ليه بقى ساعات بيبقى الاوفر الاوفر ويت الاوفر ويت او, الأوفر ويت أو الشكل الزايد. او الشكل اللي هو الب... يعني تلاقي عامل بطن او تقول انا عندي بطن او كده ما بتكونش بطن بتكون المشكله عندها في رواسب ما حصل لهاش اخراج اصلا اصلا فبالتالي عملت احجام جوه الامعاء تمام. وبالتالي عملت مشاكل وعملت غازات وعملت مشاكل في الهضم ومشاكل في الشهيه واضطرابات في القولون مم. فالزبادي بالليل بيعمل تنظيف تمام وبالتالي لو لو على الوصفه دي فترات طويله هتلاقي البطن بدات تنزل تدريجيا تمام لان الستات كتير بتشتكي من موضوع البطن ده اكيد أوه. ورجاله كمان يعني مش بس احنا دايما يا دكتوره في كل حلقه بقدمها انا بتكلم على سن الست كذا حمل بقى أوت. ان احنا مهتمين جدا م. بشكلنا مش بس م. ستات يعني كمان رجاله طبعًا. لازم يهتموا بشكلهم ولا كل حاجه رايحه للستات لا, لا 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 يعني لا ما ينفعش <applause> <applause> لازم برضو كمان الرجاله يهتموا بنفسهم م. ويهتموا بوزنهم لان دي صحه طبعا يعني حضرتك قبل صحة اي حاجه مش مظبوطه كل مش هتقدر تشتغل بشكل مظبوط مش هتقدر تعبد ربنا بشكل مظبوط مش هتقدر تمشي بشكل مريح مش هتقدر تطلع سلم بشكل مريح بشكل كتير جدا 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 بتقابلنا لما بيكون فيه وزن زايد او سمنه زايده ما نستهونش ب كيلو ما نستهونش ب كيلو النهارده خمسة وستة بكره بيزيدوا بيبقوا 10 و خلينا نقول مين قدر يتخلص من ستة كيلو في خلال شهر مين قدر يتخلص من 10 كيلو في خلال شهرين مثلا الاراده مهمه جدا الثقه بالنفس مهمه جدا يا دكتوره طبعا طبعا مشكله السمنه مع الثقه بالنفس انت قابلت حالات كتير جدا طبعا هي لما الشكل بيتغير وتفر بقى كان ستة او راجل يعني مم. مثلا كان جسمه مظبوط وال... كان بقى بيشتغل مثلا في ناس بتيجي تقول انا كنت بشتغل حديد وبعد ما قعدت حصل ترهلات وحصل زياده في الوزن وكلام زي كده بتبدا بقى لما تيجي تلبس اللبس بتاعك مم. ما تلاقي ما انتش عارف تلبسه يعني ثقتك بنفسك تدريجيا بتبدا تقل وتحس ان انت شكلك ما عادش مرغوب زي الاول أكيد. وكذلك برضو الستات بعد الحمل المتكرر وبعد الرضاعه والترهلات بتاعه البطن فبالتالي يا جماعه يا جماعه من اول حمل يحصل معاكي حاولي تقللي في وزنك تدريجيا ما تستنيش الحمل الثاني والثالث والرابع لحد ما شكل البطن يبقى خلاص السيطره عليه صعبه قوي لا ابداي من دلوقتي وحاولي تنزلي وزنك وبعد كده مع الجيم ولعب الرياضه الدنيا هتظبط وترجع تاني زي الاول ان شاء الله بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره رانيا مجدي ودينا وبتدينا وقلت معلومات مهمه جدا ودرسينا نظام غذائي مهم جدا مش هنوقف لحد هنا ولكن توعدينا بحلقات كتير جايه فيها وصفات مستغلو. كتير جدا من الطبيعه وكمان مستغلو. اسرار مهم جدا لامر 14 سواء كان راجل او ست <applause> او ست خلينا دايما متاكدين من ده بنهتم بصحة حضراتكم جدا بنحاول إن احنا نسعى ونقدم لكم معلومات مهمة جدا تساعدكم في حياتكم مش بس الراجل ومش بس الست ولكن الإتنين مع بعض عشان هم دول عمودين ولازم يكونوا مؤثرين في المجتمع محافظين على صحتهم شكرا مرة تانية يا دكتورة رانيا شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة وبنوعد حضراتكم بكل ما هو جديد من منتجات ومن معلومات كمان هتلاقوها معانا من خلال ارقامنا ومن خلال برنامجنا بشكركم كان معاكم محمد ابراهيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته